اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج المنصه. تستمر السلطات الامنيه المواليه للامارات في بعض المدن المحرره باعتقال مئات المواطنين دون ابداء اي اسباب او تهم موجهه ورغم عشرات الوقفات لامهات المعتقلين، وتطالب هذه الوقفات دائما بكشف مصيرهم الا ان هذه المطالب لم تلقى اي اهتمام حتى يومنا هذا. انتهاكات كثيره تمارس في هذه المعتقلات وتقارير ترفع من قبل منظمات حقوقيه محليه وخارجيه عن وجود ممارسات تعذيب واعتقالات فيها في ظل صمت حكومي غير مبرر. الكثير من هذه الممارسات كان آخرها التعرض الشاب أديب بامتيرف للاعتقال والتعذيب في سجن الربوة في المكلا حتى الموت. عن مصير المعتقلين والمخفين في السجون التي تشرف عليها قوات أمنية موالية الإمارات في المناطق المحررة سيكون محور الحلقة الأول في هذه الحلقة. نبدأ نقاش واستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذا المحور عقب مشاهدة التقرير التالي حول الموضوع. قرابة 10 أيام هي فترة اعتقال أديب بامتيرف، فترة ليست بالطويلة بالنسبة للحسابات لكنها طويلة بالنسبة له لما لاقاه من تعذيب حتى الموت. مات أديب تحت وطأة تعذيب جلاديه في سجن الربوة بالمكلا التابع لوزارة الداخلية والذي تشرف عليه قوات أمنية مدعومة إماراتيا. قبل نحو 10 أيام من وفاته استدعي أديب للتحقيق بلا تهم ولا سوابق، أخفي ومنع أهله من زيارته ومن معرفة مصيره، فلم يكن بيدهم حيلة سوى مواصلة البحث عنه دون جدوى حتى أتاهم الخبر الصادم بموته. وفي محاولة للمسؤولين على السجن للتهرب والإفلات من الضغط الشعبي المطالب بالكشف عن قتلته، زعمت السلطات بأنه انتحر، فيما تقول مصادر في البحث الجنائي أن أديب قتل تحت التعذيب. السلطات التي تروج قصة انتحاره حيناً تذهب لممارسة الضغوط على أهله حيناً آخر، إذ نشرت وثيقة عن انتحاره، فيما تشير وثيقة أخرى إلى مطالبة سرته بالكشف عن المتورطين في قتله وتقديمهم للعدالة. ليس سجن الربوة بالمكلا هو المكان الوحيد الذي يتم فيه تعذيب المعتقلين في المناطق المحررة، فمعتقل بئر أحمد في عدن يخفي بين جدرانه قصصا كثيرة بالإضافة إلى الكثير من المعتقلات والسجون السرية. هذه المعتقلات وبالرغم من التنديد المستمر للمنظمات الحقوقية والدولية والمطالبات بإغلاقها أصبحت تتزايد يوما بعد آخر في ظل صمت واضح للحكومة الشرعية. أديب ليس وحده من تعرض للتعذيب، فهو واحد من مئات المعتقلين مجهولي المصير في زنازين السجون ودهاليزها المظلمة والذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب حسب تقارير حقوقية محلية ودولية. إذن في البداية لدينا اتصال من عدن، الأخت أروى زوجة أحد المعتقلين. أهلا بك أخت أروى. السلام عليكم، كيفك؟ الحمد لله. بداية لو يعني عليكم. وعليكم السلام. الكثير من الوقفات تنظمونها للاحتجاج على وضع المعتقلين، هل هناك أي اهتمام أو تجاوب من قبل الحكومة مع مطالبكم في البداية؟ والله الآن إحنا لنا سنتين أو زياد إحنا نطالب حكومتنا، نطالب الشرعية الكشف عن المخفين قصرا وعن مصيرهم. لحد الآن لم نلقى أي استجابة، دائما بوعود وعدم انفذاذ الوعود. طيب، وخاصة الآن حدث الآن في الجنيف إن شرعية حكومة شرعية لقد وجود سجون سرية، ونحن بعد هذا الكلام أنا ما أقصى احتجاجية عند نائب وزير الداخلية نستنكر ما صرحت فيه الشرعية بعد وجود سرية، واستجابوا لنا وعملنا مقابلة مع نائب وزير الداخلية ووعدنا بأنه سيتم تشكيل لجنة والكشف عن مصير المخفيين، ولكن لحد الآن لم يلقى أي استجابة أو رد على ما كان من اجتماع على أنه سيتم الكشف عن المخفيين. طيب، إلى أي حد نتائج هذه المقابلة مع نائب وزير الداخلية هي بالنسبة لكم إيجابية ومثمرة؟ عندنا امل كبير، خاصه انه بعد ما تم يعني قبول سجون سريه ولقيناها يعني انه يعني اول ما جينا عملنا الوقت على طول استقبلنا احنا ورحب بنا وكان على كلامه انه يعني كلام كله ثقه وعطانا الامل والوعد الذي وعدنا كان امل لنا كبير صراحه، لانه قال سيتم عن مصيرهم بكل شيء، يعني اذا كانوا توصفوه سيتم يعني تحت التعذيب، يتم الاعتراف انهم ماتوا تحت التعذيب، والذي يوم حياته يتم لهم
حق الزياره والمحاكمه، ولكن لحد الان ما في اي استجابه. لحد الان هنا ننتظر، نتمنى ان يكون هذا الكلام صحيح. طيب هذه اللجنه التي حدثكم عنها اثناء اللقاء نائب وزير الداخليه، متى يفترض ان تبدا بالعمل؟ هل هناك يعني مده زمنيه معينه من خلالها ستتعرفون على مصير المعتقلين؟ والله العظيم احنا لحد الان مش عارفين. احنا لما تكلم معنا كان اتمنى ان يكون هذه المده قصيره جدا، لكن انا عقدت مثلا اسبوعين ونتفاجئ الان. فانتشر خبر من منظمه حقوقيه اعتقد اسم الحق بانه النائب العام او اشنكره بالسريه، وفجاه ياتي تصريح من النائب العام بعدم بنفي ما قالته منظمه الحق على انه صرح بعدم وجود سريه. احنا الان بدوامه غريبه، انه في ناس ينفوا وناس لما يواجهوهم يقولوا احنا في ونحن تحت البحث عن هذا الملف، ونحن نحاول ان احنا نغلق هذا الملف ان احنا نظهر المغشيين، واذا لم يكن هناك سريه فاي ذهب 37 لا تخفيهم 37 لا نعرف تصويرهم، لا نعرف اينهم، ولا نعرف عنهم اي شيء. يعني بشكل نهائي لا تصلكم اي معلومات، لا تستطيعون الاطمئنان، لا تعرفون مصيرهم واوضاعهم حتى الان. انا عن جد مش بس اني، هناك الكثير من العائلات لا يعرفوا مصير ابنائهم، مجرد كلام انتشر في فيسبوك، انتشر في قنوات ان هناك من قتل هناك. ونحن نطالب من حكومه الشرعيه اذا كان هناك تستعبد بظهرهم، يعني بنشر انه هذول ناس مصريين ومحاسبة من تم قتلهم او تعذيبهم حتى الموت. شكرا جزيلا لك أرواز زوجة أحد المعتقلين. اتصال آخر، الأستاذ عمر السقاف رئيس مبادرة قوى ومكونات الحراك الجنوبي لشؤون قتل المعتقلين من عدن. أهلا بك أستاذ عمر. أهلا وسهلا. بالأمس كانت لكم وقفة، هي الوقفة الثانية، طالبتم من خلال هذه الوقفة بكشف مصير المعتقلين والمخفين. بداية، ما هي المطالب التي رفعتموها في هذه الوقفة؟ والله رفعنا مطالب، أولا تفعيل القضاء وجعل الكلمة العليا للقضاء في يعني تبرئة أي متهم. نحن نعمل وفق القاعدة قانونية نتعرف عليها دوليا، كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. الآن يعني القضية هذه قضية قتل المصريين المعتقلين، يعني قال امدها يعني تعدت الحد المسموح دوليا وطنيا، يعني من ناحيه قانونيه يعني سنوات ما حيلت، يعني ما راينا يعني ان قضايا الا قضيه تقريبا واحده، قضيه تساوي التي يعني تم بحسب اطلاعنا الفصل فيها، ويعني ولكن ما تم تنفيذ يعني بشكل نهائي، يعني رغم من القتلى موجودين القاتلين يعني المجرمين موجودين. نحن ما ندافع عن المجرمين، ما ندافع عن يعني اي شخص ارتكب جريمه، بل نقول جيدوا القانون، حيلوه بالقضاء، يقول كل مثل يعني اي ذنب اللي مقتلين قتلا يعني اهلهم يقولوا سنوات يعني ما يعرفوا عنهم. يعني نحن من حوالي سنه ونص سعينا يعني وكان ابرز القضايا قضيه يعني عوض عبد الحميد وابنه، واعطونا وعود يعني عبر قنوات خاصه، ويعني الشيء الوحيد اللي عملوه ما انصار طبعا بالافراج، ولكن خلوه يتواصل انه ما يعرفوا وين هو اهله. في يعني انه نماذج كثيره ايضا من اسر يدعوا ان ابنائهم وازواجهم لا يعرفوا عنهم شيء، ما يقدروا يتواصلوا معهم، ما يعرفوا وين هم مسلمين. هذا الامر غير قانوني. نحن نطالب بانه اولا يعرفوا الاسر اين هم ابنائهم وازواجهم. يظل بعد ان تسربت تقارير تحكي عن موت يعني عدد يعني داخل السجون نتيجه التعذيب، نحن ما نجزم بها، ما نجزم ولا نتحمل مسؤوليتها نتهم، ولكن
المعنيين بالرد بالنفي يعني بأظهار الحريقة هم اللي بأيديهم الناس هؤلاء. نقول أمرهم يعني بأنتوا طيب. يعني تقوى. طيب دكتور عمر اليوم اليوم يعني كان سابقا ربما كانت امهات المعتقلين والمختطفين وزوجاتهم وابنائهم هم من يخرجوا فقط في هذه الوقفات الاحتجاجيه، اليوم انضمامكم انتم كقوى مجتمعيه مؤثره في الحراك الجنوبي، كيف يمكن لهذا الضغط ان يعمل على التاثير في هذا الملف؟ لا صراحه يعني التاثير واضح وقوي منذ الوقفه الاولى. هذه المبادره التي أعلننا عنها والذي تشرفنا بالعزة تقريبا المبادرة الوحيدة المجمع عليها من كل أطياف المجتمع الجنوبي من حراك من مقاومة المقاومة بكل يعني التشكيلات أعلنوا تأييد هذه المبادرة ومباركتها ودعمها وقوى الحراك يعني أن المجتمع المنظمات المجتمع المدني شخصيات في الخارج يعني المنظمات المجتمع المدني تقريبا في اجماع كامل عليها ما في خلاف. نحن نسعى الى ان احنا اذا ندعي اننا نحمل قضيه يعني لقضيه وطنيه يعني باسم قضيه الجنوب والدفاع عن شعب الجنوب. طيب في هذه المبادرة هل لكم أي تواصل مع المؤسسات الحكومية مع الرئاسة في اتجاه الضغط؟ هل هناك أي استجابة لهذه الوقفات التي تقومون بتنظيمها اليوم؟ نتحدث عن ما هي الوعود التي خرجتم بها؟ نحن تغيرنا يعني الأسبوع هذا مع يعني معالي وزير العدل الأستاذ علي حسن غريب وكان ايجابي جدا ورحب يعني بالمبادره واشادها واشاد بالقائمين عليها وابدى استعداده للتعاطي معها ويعني والتجاوب يعني مطالب وكونها قانونيه واعتبرها يعني سند وداعم لهم للتفعيل عن الغباء اللي هو همهم ايضا وقال انتم سند لنا ونحن سند لكم ومطالبكم مشروعه وسنعمل يعني على يعني ما فيها يعني باي شيء. والكلمه الاخيره زي ما انتم تطالبوا انها للقضاء هو يقول كلمته يعني سواء في المتهمين يعني انهم بجرائم سواء يعني بالمخفيين المستفادهم يبرئهم اذا ما في عليهم شيء. القتلى القاتلين المجرمين الحقيقيين اللي يعني كانوا الشهداء جعفر ويعني الراوي والعدمي وغيره وغيره هؤلاء اللي قد اعلنوا النقيب مدير البنك الاهلي اللي قد اعلن رسميا من الجهات المسؤوله الامنيه انهم القوا على قتلتهم يعني ما يقول تاخيرهم يعني انه بكره اذا تسوي قتل يعني انه مثل ما كان ايام عباس يهربوا الى هذا وراحت القضايا المفروض اول باول يعني ونحن اعلنا امس في الوقفه حقنا اعلنا دعمنا المطالب للقضاء يعني حتى يعني لا يتعرقل القضاء بحجج يعني انه اخرى يعني مهنيه وغير مهنيه كفى انه يعني سنتين من القضاء بسبب غياب الدوله قابل القضاء شكرا وتوسعت يعني الى اخطاء شكرا يعني ان مبرر انه ما في قضاء يعني كل شيء عطل نحن اعذرنا في بدايه تسليم الدوله بعد تحرير المناطق الجنوبيه ولما اتوا الينا الاهالي قلنا يعني نحن نلتمس العذر للجهات الامنيه ولقوى التحالف لانه اعاده يعني تسليم الدوله يعني من هذا بتنشر في اخطاء لان هؤلاء الجنود والله يعني انهم معرضين الموت ولكن بعد تثبيت الدوله ان تستمر الاخطاء هذا ما صعب نلتمس العذر فيه نحن منطقيين ويعني انه عقلانيين ومش هدفنا يعني تقنص اخطاء او لا بالعكس نحن اجلنا موضوع اللجنه يعني كان اللجنه من هنا بتشكل من سنه او سنه ونص يعني بطلب من الاخوه على اساس انه يكون في تعاون يعني مشترك لانهاء هذا الملف.
ولكن حينما اجتمعنا في 29 يناير مع قوى الحراك طرحنا عليهم فكره ما كان يعني تروح ضمن جدول الاعمال اللغه انه تشكيل لجنه. انا بادرت وقلت يا اخواننا وقفات 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 تصير يعني مثل يعني نشاط سياسي وقفوا وقفوا. لا دعونا نشوف اللجنه او يعني انه نسميها ما نسميها ما تروح هي تحمل القضيه وتكون يعني انه شهاده للاسر المسلمين والقتلى والمعتبرين. وتجاوبوا معاها والحمد لله وخرجنا الأول مره باعلان يعني المبادره يعني نموذجيه فيها رجال القضاء فيها محامين. الله امس يعني تاريخ 11 تقريبا عقدنا اول اجتماع بعد سلسله اجتماعات. ونحن سنظل في متابعة لمهامكم وأعمالكم في هذه المبادرة. شكرا جزيلا لك دكتور عمر السقاف رئيس مبادرة قوى ومكونات الحراك الجنوبي لشؤون القتلى والمعتقلين، كنت معنا من العاصمة المقاطعة عدن، شكرا لك. اتصال آخر الأخ أبو خالد، أهلا بك. السلام عليكم أستاذ سامي. وعليكم السلام، تعليقك مشاركتك في الموضوع تفضل. تعليقي أنه هذه ليس أول شخص الله يرحمه الأخ أديب ولا حيكون آخر واحد، الموضوع هذا مستمر على طول. نرجع للأسباب، الأسباب من الذي دخلهم وخلاهم يتحكموا في بلدنا يتحكموا في أبنائنا؟ ألا يوجد عندنا حكومة؟ أين دور الحكومة في المواقف هذه؟ تمام؟ يعني أنا أشكر الحوثي، أنا ماني حوثي ولكن أشكر أنه بيدافع عن عاري وعرضي وبلدي، تمام؟ لماذا لا نتحد؟ لماذا لا يكون اليمن متحد وحدة وحدة ضد الغريب؟ أنا يحس بنفسي أنه يجي واحد سوداني وينتهي في حرب بنات بلدي، يجيني واحد أجنبي يقتل أبناء بلدي. أين الحكومة؟ أين إيش دور الحكومة الآن؟ إيش دور الأمن؟ ألا يوجد عندنا حكومة شرعية؟ أنهم حقق في أي جريمة جنائية أو وطنية أو مهما كانت يوجد يعني معايا أخ سامي؟ أسمعك أسمعك. يعني الباص حق الاطفال اللي اطفال بيقراوا القران لصقوا الشنط حقهم في ظهورهم، الرجل ما عرف يطلع ابنه منهم، ليه؟ لماذا نوصل للمستوى هذا والانحطاط هذا؟ لماذا نتحد الان ضد الغريب؟ انا واخي على ابن عمي وابن عمي على الغريب، نطلع الان المغتربين والغاصبين على بلدنا، نحقق احنا في دوله في قانون في قانون في دولة وفي شرعية هي المسؤولة الآن، هي المسؤولة أنها تحاسب إذا في أي جاني. إنما زي كذا أبنائنا كل يوم يعني الرجال، اسمح لي أنا سويت وحدة في بيتي، أنا شمالي وزوجتي جنوبية، تمام؟ لماذا نرجع وحدة وحدة؟ حرام هذا اللي بيصير في بلدنا، حرام نتهجول، حرام نتشتت إحنا وأبنائنا في أرفاق العالم كله. يا اخي مرأة حكمت اليمن، يعني الرجال دخلوهم في الجنوب، انا لا الوم برضو اخواني الجنوبيين، هم الذي وافقوا ورضوا انه يدخل لهم الغاز عليهم. طيب لو وقفوا الان ابناء المهره، انظروا ابناء المهره ماذا يفعلون؟ شوفوا ابناء المهره رجال وقفوا على مدينتهم وحافظوا عليها الى ان طلعوهم وحيطلعوهم. طيب شكرا جزيلا لك ابو خالد. حول الموضوع ايضا لدينا بعض المشاركات من خلال والتعليقات من خلال فيسبوك نقراها معكم. الأخ إسماعيل يقول المستجير بعمر عند كربتك المستجير من رمضان بالنار. وليد يقول الحقيقة الجلية أمامنا في ساحل حضرموت، الإمارات دولة تمارس الإرهاب في أبشع صورة، والعجيب أنها تسوق نفسها أمام المجتمع الدولي الغربي بالذات أنها دولة تحارب الإرهاب. رمزي يقول أين دور الشرعية من هذه السجون وإلى متى ستجلس الإمارات على حال هذا؟ محمد يقول التعذيب والقتل في السجون التي تشرف على الإمارات في المناطق المحررة، ثم التناقض في عنوان الحلقة، إذا المناطق التي تشهد تواجد للإمارات ليست محررة، الإمارات كان محتل والاحتلال يأتي بغير الموت والتعذيب، علينا ندرك هذا الواقع لنحمي ظهورنا قبل صدورنا. عبد الجبار يقول قبل أيام تم قتل الشاب أديب محمد بن أبناء المكلا داخل سجن الربوة التابع للإمارات في المكلا، سياسة تنكيل بالمعتقلين داخل السجون لم تتوقف،
نطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من المعتقلين والأبرياء. طيب اتصال آخر، الأخ مدرم أبو سراج ناشط حقوقي، أهلا بك. حياك الله سعيد. حياك. لو نتحدث عن، بما أنك ناشط حقوقي، عن قضية الشاب أديب مترف، ما هي تفاصيل هذه القضية بداية إذا كنت متابع القضية؟ نعم متابعين القضية، بس مع أول أصحح لك المعلومة أن مدرم أبو سراج نائب رئيس المكتب السياسي لمدرسة الحرق الثوري. اهلا وسهلا. و الله يحييك. ولا احب من خلال منبركم الطيب ان اهنئ الشيخ حسن بنان اللي كان معتقل ومخفي قسرا في سجون السعوديه منذ 4 سنوات، وتم اطلاق سراحه اليوم، وهو الان في الطريق الى منزله في محافظه شبوه. وكان الشيخ حسن بنان كان يقاتل انصار الله، واصيب في تلك الفتره، وتم نقله الى السعوديه للعلاج، وتم التحفظ عليه وسجنا، وتم اخفاؤه قسريا الى اكثر من 3 سنوات، وتم اطلاق سراحه اليوم. هذا هني وهني ابناء شبوه جميعا. المغدور اديب محمد ربيع هو شاب من ابناء رواكد ومن مدينه رواكد في ضواحي المكلا. في يوم الأربعاء الماضي تحديدا المغرب، كان 30/1/2019، جالس مثل الشباب في منطقتهم، لأن منطقتهم لا هي مدينة كبيرة ولا هي قرية، ومعروف مدينة رواكب منها خيرة الشباب في الحراك الجنوبي وفي الدورة وفي الجبهات، ويأتي طاقم من أطقم القوات الخاضعة تحت الوصاية الإماراتية أو اللي تتبع دريمر المكلة الحاكم السامي الإماراتي أو الاحتلال الإماراتي بين قوسين. يأتي طقم ويأخذ الولد ويذهب به إلى سجن الاستخبارات العسكرية. وأنوه في 30 نوفمبر 2016 أنا كنت مجموعة قرابة حوالي 17 و18 شباب من أبناء عدن والضارع وأبين، نحن برضو كنا نزلاء في هذا السجن سيء الصيت، وجلسنا حوالي قرابة 10 أيام في ذلك السجن. وحين متابعتنا نجد نفس القائد مدير الاستخبارات وهو صالح المعري هو ما زال هناك، وما أخذش عليك هذا الرجل لا يملك من أمره شيء. نحن جلسنا معه في هذه الفترة وقال لنا بالحرف الواحد، الموضوع ليس بيدات نحن، السلطة ليست بيدات نحن، الأمن ليس بيدات نحن، في قوة الإمارات هي التي تحكم وهي المسيطرة على المكلة وأغلب محافظات الجنوب منها عدن، والقوات العسكرية التي شكلت على أساس مناطقي وهي قنبلة موقوفة يعني مؤجلة في حين خروج الاحتلال الإماراتي وانجلاء التحالف سيتقاتلون لتنتقاتل فيما بيننا، لم تشكل أي قوة على أساس وطني. طيب أخ مدرب، ما أنك متابع وناشط حقوقي مهتم في هذا الموضوع، لو تضعنا أمام إحصائيات، إذا كانت لديك إحصائيات عن عدد المعتقلين ومصيرهم، ما يتم إعلانه على المستوى العام المنظمات الدولية والمنظمات المحلية وحقوق الإنسان هذا شيء بسيط من قبل الجليد. هناك إخفاءات قصرية، مش إخفاءات قصرية في الاختطافات من المساكن. طيب ما هي الإحصائيات والأرقام المتوفرة لديكم أنتم كمتابعين مهتمين بالملف؟ آخر نحن في مجلس الحراك الثوري، وتحديدا قبل أسبوع نحن أصدرنا بيان وناشدنا المنظمات الأمومية عن اسمه بالتحقيق، وقبلته نزلت، كان في 119 مخفي، 119 مخفي وهم مكتوبين في الاسم مسجلين، واكدت عليهم موقع امريكي اعتقد اسمه ديني بيس، واكد عليه واصدر عليه اخبار عديده، وفي ذلك الاعتقالات والاخفاءات هناك، واكد هذا الموقع فيه هناك تواطؤ من الامريكان مع الامارات بالتحقيق وبالسجن وبكامل الامور من الالف الى الياء. ما يدور في المناطق المحررة أو الجنوب شيء لا يدخل بالعين، إن القوات التي أتت لتحرير الجنوب أو تحرير اليمن وبحر القوات العودي أتت استعبدت أكثر مما كان،
الإخفاءات القسرية موجودة في كل مكان. يوم الأربعاء الماضي شاركنا في وقفة التي تمت أمام المحكمة، وما يحج بالنفس في صحيح تم اللقاء كما أسرد السقاف وبشوية وزير العدل، ما يحج بالنفس إنه في وجدنا والجميع والعالم كله تابع وتحدث عليه القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية إن نائب وزير الداخلية لخشع اللي تحدثت عنه أم أحد أو زوجات أحد المعتقلين في من منبر حر في جنيف، كان اللقاء الأممي عن حقوق الإنسان، قال لا توجد سجون في المناطق المحررة. ما يوجد جنة وهو يدرك. أنا الشيء المؤسف للحكومة الشرعية أنها تستخدم ورقة المخفيين والمعتقلين قصرا والمعدمين الذين تم إعدام تصفيتهم وكورقة سياسية من مكافاته أو خلافاته مع الإمارات، وهذا ظهر على العلن. وأخيرا اللي كان اقتتال في 28 يناير الماضي تستخدم ورقة المخفيين في أوقات الضغط على الإمارات وفي أوقات حينما تحصل أي مكاسب سياسية فيما بينهم تخرج مسؤولية منهم تقول لا توجد أي معتقلين. الحكومة الشرعية متواطئة معهم، متواطئة بكل شيء، وتصريح وزير نائب وزير الداخلية دائس اللي يؤكد ذلك. في أسماء وقائمة طويلة مخفيين، في أسر لا تدري أين أولادها، أين أشقائها، أين معينها. شكرا جزيلا لك أخ مدرم. اتصال آخر، أم سعود، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعليقك ومشاركتك في الموضوع. يعطيك العافية أخويا، بس أنا أبغى عندي تعليق بالنسبة للوضع في المكلا. المكلا الجنوب هذا إحنا من اليمن، إحنا من الجنوب. أنا اللي بيأثر في نفسي إنه أنت هم اللي دخلوهم، هم اللي رضيوا. معليش المكلا متأثرين كثير في الإمارات. الإمارات 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 طبعاً مرة على بالهم الإمارات حتسوي لهم كل حاجة، وهذا غلط، وهذا وأنا أرجع أقول هذا للجهل في النهاية، للجهل. اللي حصل الآن، أنا ولد أختي، أنا مننا عفوا مش ولد أختي، مننا فينا ولد خالتي دخل، يعني مسكين ولد شباب أخذوهم قالوا لهم نحارب، روحوا نحارب الحوثيين، أخذوهم السعودية أخذتهم ودتهم للجبهة. والله العظيم إن الولد بتبهدل حالته حالة، رجعوه ولد صغير 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 ما تتخيل قد إيش صغير، عشان ما يقولوا ما يأخذوا أطفال، الأب يأخذوا أطفال. أنا ما كنت أصدق، لا الآن أنا أتصدق لما شفت بعيني. هذا حاجة، إذا ما أبوه توفى مسكين ما شافه، هذه حاجة. في أشياء كثيرة بتحصل. أرجع أقول لك هذه النهاية وغلطتنا، مصيبتنا إننا رضينا ودخلناهم بلادنا. إحنا اللي رضينا الجنوبيين، إحنا لو مزينا من البداية زي الشماليين ما رضينا، سخينا على أولادنا وطلعناهم للجبهة، أقسم بالله ما كان دخلوا فينا ولا سووا فينا كذا. الآن بيحكمنا قاعد مين؟ أصغر إماراتي بيخدم، أصغر إماراتي جندي بيلعب فينا قاعد ويتحكم الآن في المكلة. وأتحدى واحد يقول لا، الآن والله المحافظ ما يقدر يفتح فمه بكلمة واحدة قدام الإماراتي، ما غير ناكل ونسكت، ما نقدر نتكلم، وأي واحد ما يقدر يتكلم. أنا كلنا جماعتنا عالمنا كله نقول له إحنا جينا الآن إسطنبول، رمينا في إسطنبول. ليش رمينا في إسطنبول؟ بسبب إنه رسوم مرافقين علينا وبهدرت السعودية علينا. تحسب هناك مرتاحين مبسوطين؟ أقسم بالله متعذبين أهل اليمن في السعودية، أقسم بالله العظيم حريم حبالة بيولدوا في السجون عشان ما عندهم رسوم مرافقين. طلعوهم من أشغالهم، طلعوهم من أعمالهم، ولا عندهم مساكين حاجة. الآن البنت الصغيرة عمرها 7 سنوات في المدرسة تدرس، أقسم بالله العظيم طلعوها من المدرسة. ليش؟ المديرة تقول لها كبر المخدة. ما عندي، قلت لها ما عندي أنا رسوم مرافقين ما عندي، قلت لها جيب السنة الجاية دحين عندنا ما تدخلي إلا بإقامة، تكون عندك إقامة. قلت لها طيب أنا إقامة عشان أجددها لازم يكون عندي رسوم مرافقين، لازم أدفعها. طب أنا ما عندي. هذا موضوع بعيد عن الموضوع الذي نناقشه الآن، ربما نخصص موضوع آخر حول موضوع المغتربين من المملكة العربية السعودية. أخي أنت تقول أن السعودية والشرعية وأنه الإمارات وسويتوا لنا في، أنا ما أريد أتكلم أنت، أنا بتكلم على الشرعية اللي قاعدين يمجدوا في اللي بيصير. ما هذا كله تبعات. أنا بقول لهم انتبهوا، وأقول الحريم أوقفوا، ما وقف هادي أوقفوا أنت يا الحريم، وقف ما وقف هادي قاعدوا هناك. طيب الشرعية. شكرا جزيلا لك يا ام سعود من اسطنبول، شكرا لك.
حول الموضوع أيضا لدينا مشاركات من خلال واتساب نتابعها معا. اسمي ماريا رامي عوض سالم. في رجوع عن أبي، أبي له سنتين في ثلاث سنين في السجون السرية، لا نسمع عنه أي خبر ولا أي زيارة ولا أي اتصال. نحن نناشد رئيس الوزراء وإنهم يبحثوا عن المخفيين قسرا، لهم أكثر من سنتين، يعني هذا ظلم لهم ثلاث، أكثر من سنتين، أكثر من ثلاث، يفرقوا عنهم أو يعطوا أهاليهم اتصال حتى. نقف مع أمهات المعتقلين والمخفيين قسرا في السجون، وقينا نآزرهم بهذه المواقف التي هي لهم 4 سنوات لحد الآن لم يعرفوا ما كشف حقيقة أبنائهم في السجون، ولم يعرفوا ما التهم اللي منفق على أبنائهم. نحن ساندناهم بحيث يعني نطلب من القضاء ونطلب من الدولة أن يعرفوا ما مصير هؤلاء المسجونين، إن كانوا قاعدة، إن كانوا عليهم اتهامات قتلة أو أي إن كان متهمتهم، يثبتوا عليهم ويحركوا القضاء. ويا أخي نحن كشعب نريد أن نعرف ما مصير هؤلاء المجرمين الذين معتقلين، الذين محبوسين عندهم في السجون. إذا كانوا هم معتقلين عندهم ولهم تهم، يا أخي يثبتوا. نحن نريد تطبيق العدالة، نحن نريد القانون، نريد العبرة لمن لا يعتبر في هذه الأمور. هذه الصورة يجب أن توصل للعالم كله وتوصل لكل القوى داخليا، يعني انه اللي عاملين لغط. نحن نقول معكم مجرمين، لما 4 سنين 3 سنين ما شفناهم وصلوا للمحاكم. نقول فعلوا القضاء، حيلوا الملفات والمحتجزين مخفي الى القضاء، هو اللي يقول كلمته في حق البريء ويبرئه ويروح به عند اهله، وحق المجرم يحاكمه بالحكم العادل اللي على جرائمه اذا في ادله عليه. ما حد يدافع عن مجرم، ولكن ندافع عن حقه في نيله الجزاء العادل. اذا كانت هذه مشاركات من خلال الواتساب حول محور الحلقه السابق. وصلنا تقريبا لختام هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة. في أمان الله.